جاء طلع من المدرسة لقى شهادته كلها ضعيفة. سأله أبوه زي تركيتي ما الله يستر. إيوه سأله أبوه قال له تعال وين شهادتك؟ قال لي أبوي للحين ما أعطانا شهادات. قال أبوه كيف؟ جرى أنه الجماعة كلهم مستلمين شهايدهم في نفس مدرستك وأنت ما استلمت. قال أنا يقولون شهادتي فيها خطأ أنا بنعطيك إياها أسبوع الجاي. الناس مستلمين شهايدهم الخميس. المهم أبوه سكت صدقه. يقول أني بلشت ما أدري كيف أسوي. لو أعطي أبوي شهادتي كلها ضعيف مستحيل إني بتصفق أعيش. مستحيل إني أعيش ما بتصفق مستحيل إني أعيش. حلو. يقول وأنا أروح الولد جيراننا يقول جايب عندك كمبيوتر جايبها كلها ممتاز. يقول قلت اسمع هذه شهادتك. يقول أول شيء عيلة يقول قلت تكفى بس بطبعها وأعطيك الأصل. والاسم؟ أعطيك الأصل أعلمك. راح وداها للمكتبة حط على الاسم ورقة بيضة صح عشان ما ينطبع. ايوه وسوى تصوير ما انطبع على الاسم اكبر عليه ورقم البطاقة دي كل المعلومات يطبعها بديف بعدين يكتب اسمه بديف. ايوه بعدين طبعها رجعها سكينر بدي اف للكمبيوتر حط اسمه على الشهادة كلها حط اسمه وحط رقم هويته وحط كل شيء. الله اكبر عليه. راح يوم جاء يوم الاحد هو مستانس. طيب يديها لابوه يخش عند ابوه بالشهادة. الشهادة قال يا ابوي امسك سم. ابوي استانس قال والله ابشر بالهدية وانا ابوك. ايه والورع مستانس قال بس بيجيني هدية وابوي يجيب له الهدية. الوكالة راحت السالفة الحين ابوه ما يدري اني جاي. الحين؟ اعلمك ابوه ما يدري اني جايب الموضوع هذا كله. خلاه ابوه. بدا الترم الثاني. اخوه المدرسة مدرسين يشرحون له الطالب ما يفهم يجي الفصل يركض. خلوه اسبوع اسبوعين دقوا على ابوه السلام عليكم. وعليكم السلام. والله طال عمرك حنا ولدك يجي المدرسه ويرقد. هو عنده يعني تعب احد تعبان في البيت عنده ظروف عنده شيء. ايه عنده ظروف عنده شيء. قال وهو ضامن انه بيرقد ونهايه السنه بيسوي الخطه اللي ولا بتضبط. الخطه خلاص هو تعود. قال يقول والله ما عندي شيء. قال هات على المدرسه. يوم جاء المدرسة السلام عليكم. وعليكم السلام. ولدك بغى يرقد والعود ينطلق عليهم. قال ولدي دافور جايب الأول على المدرسة الترم اللي راح وجايب هالي كلها ممتاز ومنومسني بين ربعي وجماعتي. عليكم السلام. عليكم السلام. علومكم وعزانة علومكم. منومسني بين ربعي والجماعة ورافع الراسي وانتم تقولون الحين يرقد ومدري كيف. المهم المدير انصدم. المدير منصدم أتم الانصدام. بس مع السالفة والله قسم بالله اني اسلم. بس سلامكم تحرك. اسلم اسلم. طيعت. المدير منصدم تم الانصدام من الواد اجتهاده من كلام الابو. الابو يقول ابو ولدي على المدرسة الاول على المدرسة وجايبها كلها ممتاز. هو ولدك فاشل عندي. قال ايش؟ طلع شهادة فلان يقول. للي داري. ولي داري طق 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 في الكمبيوتر طلع الشهادة. يوم طلع الشهادة يلف عليها الجهاز قال شف. يوم لف عليها الجهاز. للولد كل ابوها ضعيف. اي الحين الابو ضعيف اربعه صح؟ الابو يفكر ايه؟ الابو يفكر كيف يرجع يغتال ولد؟ ما ابي يغتال، يفكر في امور اكبر من انه كيف سوى بالشهاده كذا؟ وكيف فعل كذا؟ خلى الولد قال اسمعوا طلعوه معي. طلعوه طلع ولده معي. وساروا البيت؟ اي راحوا للبيت. اسلم اسلم مالك ماجد نادر. امشي احمد ماجد نادر كذا واحد يهرج. لا مالك اسلم. امشي احمد وتعال. المهم كم اطلب امشي احمد. اسلم. اها يعني قلبتي زي كذا. خلوه عشان ولد عمك ولد الله عبد الله الزهراني. طيب اسمع المهم الابو ياخذ ولده يجيب ولد عليكم. وعليكم السلام. الساعه 10:30 الصبح ويطلع على سطح البيت ويجيب معه تعرفون جذع النخل. قح اي مطلع حقته لا ويمسطه يطلع الساعه 10:30 الظهر السطح عشان يلسع وينحرق في نفس الوقت. يلسع وينحرق. قال نزل ثوبك يا ابوي. ايش فيك؟ نزل ثوبك يا ابوك. حصه رياضه اي نزل ثوبك. والولد ما يمشي يقول له ابوه. قال نزل ثوبك. طيب هو ينزل ثوبه. قال اقف على الجدار خل وجهك على الجدار لا تطالع فيني.
هو اصلا درى ان الوضع من يوم شاف جذع الخلا وشاف الوضع كذا درى ان من جلد من جلد بس بيستسلم للامر الواقع. قال خل وجهك في الجدار. قول يروح يقف على الجدار خلي وجهه يجلد فيه يجلد فيه. كيف طرت عليه؟ كيف طرت عليه؟ خل مع الشمس ولسع. يقول والله العظيم ان راسي يطبخ وجسمي يطبخ زود على الشمس جلد. ليه التعليم؟ يجلد فيني يجلد فيني لين غلق. يقول يوم غلق ونزل مع باب الدرج يقول اجي بنزل. قال لا غلق انت اليوم هذا كله تقعد هنا فوق سوي تان سوي تان ولو اطلع في وقت من الاوقات ولقاك جالس في ظل جالس في ظل ما هو بنايم نم عادي بس لو لقاك جالس في ظل والله لا اله الا الله يقولون اجلس. ليه يا اخي سكت؟ هذا بس عشان يا اخي حبيبي هذا يبغوا يقولون ايش؟ يسوي له جرائم عشان كذب مع ابوه مكذب ومزور شهاده ومدري وش صح. يقولون يقول خليني ابوي خليني يقول يوم الساعه 2:30 الظهر يقول له خلاص بعاد وراي القطره يقول ابي ما ابي عيشه ابي حياه ابي ارتاح بس يقول وانا اطق الباب اطق الباب اطق الباب يقول ما دريت الا هو جاين ايش عندك؟ يقول يا ابوي والله اني خلاص توبه اني وقفت انا الحين خلاص بيني وبين الموت شعره يا ما فكني ولا خلني اموت يقول قال خلاص افكك بس بشرط يقول قلت ايش؟ قال شفت الشهاده اللي زورتها؟ يقول قلت هيك تجيب لي نفسها الترم هذه اصليه وموافق يقول اني ما عاد ابل الحياه ابى بس اعيش يقول قلت موافق يقول قال خلاص انا جلست 2:30 صح؟ يقول قلت ترى المره الجايه بتجلس للمغرب اذا ما جبت الشهاده نفس ما قلت يقول قلت تم ابشر يا ابوي على الخشم طيب يقول اطلق عسى جاب فايده ايه يقول والله العظيم من بعدها شوف يقول والله اني من بعدها اني من اشطر الطلاب في المدرسه سلام واني ما عمري دخلت الفصل وحطيت راسي على الطاوله ما برقت حطيت راسي بس يقول اني من بعدها سيده دخل الجامعه تخرج من الجامعه دخل ماجستير تخرج من الماجستير من ذا التصليبه شهاده ماجستير من ذا التصليبه ولا راح ينسى ترى ما راح ينسى والله ما ينسى هو ليومك هذا يقول والله ما وصلني لشهاده الماجستير الا الله سبحانه وتعالى ثم فضل ابوي يقول مع اني في الموقف وقتها كرهت الحياه وكرهت الوضع وشفت ان الوضع لا يطاق يقول بس من بعدها دريت ان هذه نغزه على قولتها تعليمه يا رجال كنت انا الحمد لله ادمي شاطر يعني بسم الله عليك فهمت علي انفث علي انفث انك عبد الله الزهراني ما شاء الله ما شاء الله فهمت لا والله صدق الحمد لله فهمت يعني من متوسط الى ثانوي الاول 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 على فصل فهمت اي والله قوم ما شاء الله ما شاء الله بندر اسلم اسلم يلا حلو ما سكت مر لا لا ابشرك الحمد لله فهمت ايش كنت انا اسوي؟ شفت انت ذاك اليوم تقول انا يوم ايه يوم انت تقول انا ذاك اليوم انت يتلخص اختبارات وذي تسويها انا فعلا يعني اوقات اختبارات النهائيه العيال مجموعه كثيرين من العيال انا الخص ما ذاك يعتمدون علي فهمت؟ انا اذاكر طبعا قبلها باسبوع ابوي يسحب الجوال الله والله عليك. شفت الاسبوع الميت انت في عقلك ايه عبد الله عبد الله شفت الاسبوع الميت عيال اللي يجيك اللي يجيك قبل اختبارات من اول متوسط لين تخرجت من الثانوي الاسبوع هذا الميت يجيك قبل اختبارات حلو طبعا مو انا بس حتى اهلي كلهم كل يوم ماده ذاكرها في نفس اليوم اللي عندك الاسبوع الاختبارات حلو عشان تجي اسبوع اختبارات بس تراجع ما تذاكر تراجع فعلا كنت اخذ الاحد رياضيات اذاكرها قبل يجي الاثنين زي كذا توحيد ذا بقى فهمت علي؟ يعني قبل الله يكفيني شر كذا وقت الاسبوع والله صادقه فايش اسوي؟ ان شاء الله انها ما تخطيك كنت ها الله يوفق ابليس ان شاء الله كنت ايش كنت اسوي؟ كنت الخص الاسابيع هذه انا ما كنت اذاكر والله والله ما ذاكر كنت الخص 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 حلو واجمع الملخصات فهمت؟ لان اصلا حتى بعضهم نسات تعرف يجون للطلاب الدوافير الفصل يعطوهم التحديد ويقولون يلا اعطوا زملائكم هذا معكم هذا ما معكم هذا معك كنت انا اللي اخذها هذه هذا معكم هذا ما معكم يعطوني اياها انا فهمت علي؟ ونزلت تلخيص العيال ايش يسوون؟ ينتظرون علي متى ايش؟ يقول عيال ترى ملخص في المكتبه يجي يوم من الايام اتوقع الفيزياء ما لخصته كان اصعب شيء ذاك اليوم يعني وقتها احنا نظام فصلي اول ثانوي حلو وجينا على تو النظام وجينا على واحد استاذ كان شوي يعني كان شاد علينا شوي
المهم احنا تقريبا 40 طالب بالفصلين، ما ادري 45 طالب تمام، لا اكثر اكثر يمكن 50. يا كم تتوقعون درجه عشاني ملخص ذاك اليوم؟ احنا فعلا وفي نفس الماده ما احنا شادين حين، كم عشاني ملخص كم تتوقعون واحد نجح من 50 طالب من الفصلين الف وباء؟ هذه الفيزياء كم؟ فيزياء خمسة طلاب. والله والله خمسة طلاب نجحوا بس، البقية الثانية كلهم البقية الثانية حملوا المادة. فش قاعد يسوون الحين؟ يدرون على عمري، يا ايش ما تنزل ملخص؟ ايش ما تنزل؟ لا لا انا ايوه انا نجحت، انا كنت انت اللي تقول تكفى يا استاذ انا بواجب على درجة. يا سلام عليك قبله وين؟ ارجع هنا فهمتني؟ جبت 75، فش سووا العيال الحين؟ استلموني ذولي اللي ما نجحوا وحمل المواد، يعني 3 مليار. قال اسمع نبغى ناخذ شهادتك دامك ما نزلت ملخص، والله تعطينا شهادتك نروح نصورها ونسويها لك. يا ويلي. وراح واخذوها وطبعوها وسووا كل شيء ورجعوا. وصل الكلام الحين عند مين؟ عند ابوانا. في واحد من ورا ولده الشهاده. طبعا في المدرسه رسائل تجي على مين؟ اولياء الامور. اذا ولدك كذا ولا اذا سوى ولا اذا فعل، كل رساله على ولي الامر. ايوه رسائل نصيه. المهم ويجيهم رسالة الاختبار، احنا ما ندري نحسب انه نهاية سنة، اثر بعد الاختبارات باسبوع ما ادري متى تبدا يرسلون لك وتيجي تختبر المادة مرة ثانية، فيرسلون لاولياء امورهم. فيرسلوا العيال كلهم طن الا هذا اللي جو، الثلاثة اللي جو طبيعي شهادتي الا كلهم كذا عند ابوانهم. ايش فيه؟ طع كف ثاني كف ثالث كف. ايش فيه؟ قالوا نجحنا. قال نجحت، تعال مش 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 باذنك روح المدرسة. قد الرسائل جت ورب لا ترى الرسائل جت، ورجعوني يودونهم المدرسة انا اختبروا ورسبوا مرة ثانية. ابشركم يعني في واحد منهم قاعد إلين ثالث ثانوي بعدين. الله أكبر عليك. طلع علي علي سؤال. الله يصاد. أبى أسألكم سؤال. أبدون عند سلطة. كيف طريقتكم ذاكرة؟ يعني تشوف إن الطريقة هذه مناسبة للمذاكرة؟ شوف بعلمك. أنا ترى أنا دفور طب. أنا شاطر طب. أنا بقوم. أنت مو شايف؟ أنا شاطر زين. مذاكرتي شوف. اول اعتمدت على كذا الطريقه، ولكن الطريقه الافضل بقولها اي شيء بالمحاضره نفسه بنفس الدرس اخذ رؤوس اقلام. اذا خلصت كل رؤوس الاقلام ذي ترى ما ذاكره، بس اني اكتبه ما ذاكر شيء من اللي اكتبه بس عند الاستاذ على فصلي نفس الفصل، ولكن نهايه الفصل نهايه يعني الترم اذا جاء عند الاختبار قبل الاختبار يمكن اسبوعين ابدا مذاكره. ايش اسوي؟ اروح الموضوع انا ما اتطرق لاي موضوع فرعي، المواضيع الرئيسيه فقط، بس مواضيع رئيسيه بس. وشو ما احفظها ترى، حتى حفظ ما الحمد لله ما شاء الله فهم. وكيف تحل؟ اعرف انا انسان افهم. تقرا مثلا تعريف، لو تعريف انا فهمته خلاص اقدر اجيب. عندنا مدرسين الحمد لله يعني كل المدرسين اللي جيتهم يعني تجيب المعنى خلاص. المدرسين اللي كلهم ذاكرت عندهم ترى اهم شيء انك تكتب. اشترى الكتاب كامل رياضيات مثلا، اكتب المعادلات كلها اللي بين يعني اللي المهمات اكتبها واطش الكتاب هناك واذاكر منه واجيب انا من راسي ارقام ارقام غير غير بالمعادلات غير معادلات غير يعني بالنوايا تجدي الاشياء تتعود. ولكن مره من المرات عاد يوم هذا درست قال لنا لغه عربيه مدرس سهله يعني ما ادري، جبت بكل المواد. انا ترى انسان اغشش مغش أغشش أنا ترى. تغشش ما تغش؟ أما أغش. ولو إني في سؤال ما أعرف أبي أغش ما أعرف. بس أغشش. نجحت يعني جايب درجات يعني أطلع حتى ويا الطلاب كل المواد. أنا متبين. يوم جيت عند الرياضيات آخر واحد طلع سلطان. نص الأسئلة ما حلتها، ليش؟ يقول المدرس سهلة. كلنا مشتكين يقول صعبة. الأسئلة صعبة. من عدا ويعود الاختبار لنا. وحنا ندرسه. حدد لنا وحنا ننجح فيه، ولكن طريقة الأسهل إنك تكتب الكتاب. وأنت يا عبد؟ أنا ما أنت تخصصي رياضيات. الله. إيه طول العمر. ما شاء الله. هذه. مشان نقول يوم ما عندنا هذا. وش طريقة؟ أنا عندي طريقة معتمدها من زمان، ممكن تجيب من أول ثانوي. طريقة معتمدها مرة. وش هي؟ مثلاً يعني إذا شوف إذا كنت مرة فاضي. اخذ التحديد وانقله انا انقله في اوراق حلو بعدين اخذ لي اي احد اشرح له حلو انا ايش ابغى حتى لو ماني فاهم اشرح له افهم صح. والله تتذكر الشرع على طول يعني انا طلع اشرح له بس انا اللي تسيدي يعني اشرح خلاص كان انا ما عاد ذاكر انت رسخت اذا شرحت ما عاد ذاكر خلاص
واذا ما كان اذا ما كنت ما كان في وقت امسك التحديد والله قطع 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 ودبسها لحالها عشان اشوفها قليله وعقلي يستوعب يستوعب انها قليله والله عشان ما تكون اوراق كثير. اقسم بالله ترى الكتاب انا ما قد اخذت كتاب كامل ذكرت عاد انت تستفيد منها بثنتين تذاكر وتغش تخليها برشيم ها وش ما يغش ما يغش ما يغش ما تغش اسلم هي جدك زينها هاي طول العمر اسمع مثلا انت فيصل جاي عندك اذاكر لك اقول اذاكر لك انا استفيد منك اذاكر لك واحفظها وخلاص انتهينا هذا يعني لازم ذاكرتك لازم احد يساعدك فيها غالبا اي والله حتى لو عندي ما ابغى اذاكر لك اودو لي اي واحد اقول اذاكر لك تكفى اذاكر له اذاكر له هو ثاني وقت تدور احد اذاكر له لا والله يعني اخوي وايد شوف انا اخذوا لي اطلب واحد وقت الاختبارات لازم قبل الاختبارات باسبوع اعطيها وضعيه المحنك والله العظيم فيصل بس ضمن السؤال انه تحب تذاكر لحالك ولا ما عندك احد ضمن السؤال ابشر لا انا في الاختبارات اعطيها وضعيه المحنك اجيب الكتاب واجيب اوراق خارجيه واجيب اربع اقلام كل قلم لون واجيب الستاند حق الكتابه اخفي كوبايه روح لا ما كبها وروح افتح الكتاب من اول كلمه من اول كلمه الى اخر كلمه في الصفحه اقرا ما مذاكر اقرا بين السطور اشوف موضع سؤال كذا من خلال تفكيري اقول اوه هذا موضع سؤال بيحطه الدكتور يصح وخطا تكتب واكتب في الورقه اكتب مثلا سين كذا 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 او اكتب الكلام نفسه عشان اكون حافظ حلو خلاص اروح للصفحه الثانيه نفس الوضع طبعا التعاريف والتعداد هذا يخليها في ورق لحالها التعاريف والتعداد اخليها لحال مثلا اكتب عدد كذا اعرف كذا اخليها في ورق لحال في اوراق الحال التوصيل علشان اي التوصيل ما احط احط تعريف وتعداد هذا احطها لحال اعرف وعدد احطها في اوراق الحال اما اسئله الحنكه حطها في ورقة خلاص أحفظ التعريف والتعداد زي اسمي زي اسمي ولا أمثلة أمثلة وش أنت رياضيات ما عندك أمثلة أنا ما عندي أمثلة حفظ أحفظها حفظ والهذي أقرأها لكن في مرة فشلت معي الخطة هذه ليه فشلت معي الخطة فشلري أنت معتمد على الحركة هذه أنا معتمد على الحركة هذه من ثاني ثانوي تقريبا وتشوف انها فادت معك في المرحله الثانويه جدا رجال حتى الجامعه فرقت حتى الجامعه فنانة فنانة طيب متى تجحفلت يا اخي تجحفلت مره في اختبار الدكتور ما كان معلمنا جاب سواب ما جاب سواب قضيه جاب قضايا جاب قضيه وكتب تحت مثلا حط نفسك في مكان القاضي وش بتحكم وبناء على ايش انا كنت اذاكر القانون اي ماده اي ماده اشطبها هذه الماده 23 تتكلم عن كذا هذا اشطبها ما ذاكرها ابد اقول له بيجيبها الدكتور من هنا لبكره ما راح اذاكرها لكن يعني طلع يضحي في 10 درجات طلع اللب لب القانون كله في المواد لانك انت تستند على المواد صح هذا المعروف من بعدها جحفلني الدكتور ذا اطق قرصه جاب لك كذا قضيه ويلا اعتبر نفسك القاضي صح. هنا أحكم. على اي ماده تحكم على اي ماده بتستند وعلى اي ماده بتحكم وعلى اي ماده عادي حتى هو دخل علينا في القاعه قال عادي اخطف الحكم ما عندي مشكله انت ما انت بقاضي يعني فعلا هذه محكمه صوريه اخطف الحكم ما عندي مشكله انت تحل في الورقه اخطف الحكم بس جيب المادة. بس جيب لي الماده استندت على الماده كذا بناء على كذا كذا على تشوفها ايه من بعدها لا صرت اطبع مثلاً أنا عندي أوراق تجارية أروح أطبع نظام التجاري طلع من كتاب نفسه طلع من جوجل فيه في موقع معد من الوزارة فيها المواد كلها أطبع المواد أبدأ ألخصها مثلاً مادة كذا تستند على كذا المادة كذا تستند على كذا ومن بعدها مشت الأمور الحمد لله وسؤالك وش يا سلطان ذاكر حالك ولا ما أقدر ما مستحيل ان يكون عندي صوت وذاكر انا صح. اول يوم اسولف ما جدي يتكلم ما اقدر اكمل صح. كلامي عاد كيف مذاكره ما اعرف انا لازم اذا ذاكرت اكون انا زيك في عزله انا زيك شوف صبوره هذه هذه صبوره صح ولا لا
اجي في مجلس الرجال طبعا عندنا ولا في مكتبة ابوي تمام احط طاولات هنا طاوله هنا طاوله دخلية والله صدق اقسم بالله دخليه مذاكره طاوله 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 تمام عرفتها حقت ذي اللي تجيك في المجلس اربع طاولات احط عليها زي المخده اسم من احد جالس والله صدق اتخيل ان طلاب فهمت اني في صف تخيلني انا معلم زي حقت عبد الله فهمت بس هذه شرح تفصيل وصبور وراي زي كذا واتكلم اذا ذكرت وخلصت بعدين الحين اجي اشرح طيب يا شباب السؤال الاول يقول كم عدد كريات الدم البيضاء صح عليك يا ماجد الاجابه صحيحه انا انا اذكر بالله انك فاضي بس انك فنان اقسم بالله انك فاضي بس انك فنان هذه تفهم كدري هذه هذه تفهم اذا ما سويتها اذا ما سويتها ايش اسوي تلقاني في المجلس كذا تلقاني في المجلس يا امشي تعريف تعريف القوه القوه هي اشتراك عضلتين مع عضله خلفيه مع ايضا القوة الجذب الأمامي طيب اعتراف الجذب الأمامي مع القوة الخلفية لا 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 يخشون علي عوالي وأنا صياح في الغرفة لا 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 عادي يا علي ايه. هذه طريقة مذاكرة فهمت من غير زي ما قال فيصل أنا زي ترى لأني أحب أميز شوف السؤال الأحمر إذا تلخص السؤال بالأحمر أيوة حلو. هذا أنا ترى أسويه الجواب بالأزرق إذا في تعليل أو مثال بالأسود يا سلام هذا أنا زي الأخضر هذا مثلا إذا يجيك بين الأقواس اذا عاد تحط القوس الفواصل كذا عشان بس انا ما احب ما يدرون ما يدرون ان ورقتي كلها زرقاء لا لا اكره هذا ما اعرف هذا اذا الورقه لون واحد ما اعرف هذا صح لا لا انا اذا حتى سطر لون والسطر اللي تحته نفس اللون ما اعرف صح لازم اميز لازم اميز انا حتى لو ما كتبت بخط سريع بخط سريع بسرعه ما يفهم ما افهم بس افضل طريقه للمذاكره الكتاب تعرف ليش لا لا اقول لك انا ليش اكتبها بالالوان عشان اميز يعني حتى ترى الفاصله تهمني القوس اني بعدين فهمت القوس قوسك وسهام سهامك عند بندر مطيري انا يا طول العمر انا قبلها اجهز قبلها باسبوع حلو ما هي التجهيزات اول شيء اجهز عزبه جهز الجيب يا طول العمر جهز وش صدق ترى فيه صدق عزبه في ذمتك والله اي والله بالله انت تسوي هذه الحركات ثم اطلع حلو ثم اخذ نقاهه اسبوع عزلة حلو شفت كل يوم اطلع كل يوم اغير الجو ها الين يجي قبل الاختبارات طول العمر باربع ايام باربع ايام ثلاث ايام زي ثم عاد ارجع طول العمر ابد مخي صافي ثم دخلت البيت طلع في مجلس برا طول العمر جايبين اغراضي وجايبين اموري كلها والدفاتر والقلم هذا ايام الثانوي كنت ايش اسوي في البداية في أيام اختبارات النهائية كنت أمسك الكتاب وأقرأ كامل حلو أصلاً حتى يوم اللي كنت في الثانوي كنت أخذ عرفته ذا زي الطامس ذا الأصفر مزيل لا لا ماستر أبو راس مشطوف أيوة أبو راس مشطوف قلم تخطيط ذا أيوة ذا حق الخطة أبو ماستر أي كنت أحط على الأشياء المهمة عرفت أحط على العبارة تعريف ولا كذا إيه ثم أكتب كامل أملا اللي أشوف إنه مهمة عشان لا جاء اختبارات نهائية عشان ألخصها على طول ما أروح أذاكر وراجع لا يصير جاهزة وأحطه في ملخص ثاني وأسجل كل شيء التعريف تكتب الأشياء إيه المعادلة أنا رياضيات مدنية بس إني أكتب عشان ضميري بس ما يتنب إيه عشان أرتاح عشان أذاكر وأنا مرتاح وكل مادة قبلها يطول العمر اجهز له ملخص كامل يصير اذاكر ملخص الدفتر معك الكتاب عشان وش الكتاب لا جيت تفتح الكتاب يودي واجد تلقى 200 صفحه 300 فهمت فانا اسكر الكتاب الخصه واحطه في الدفتر واذاكر من الدفتر عشان يكون سلس وخفيف وتفهم على طول هذا في الثانوي يوم دخلت الكليه لا كلها عمل ايه لان تخصصي حاسب في بعض المواد اللي هي ايش اسمها يسمونها ديك مواد عامه اللي هي تخصصية ايه وفي اضافية ايه تخصصية كلها حاسب صح حاسب كلها حاسب وفيها اشياء يمكن انا ما افهمها لانه وش انه تدخل على البرمجة ايه ولا ما انجليزي ولا عربي لا بعضها انجليزي بعضها انجليزي بعضها عربي فيها المفاتيح وعندك يعد اشياء واجد انا ملخصة كلها حلو فصرت احفظ اول شيء احفظ بعدها خلاص ابدا افهم اعرف هذا كيف لان انا حفظت البدايه يصير اقيس عليها الفهم لاني إيه لانها تمشي معي على طول مثلا واذا جاء اختبارات نهائيه دخلت على الدكتور اخذت الحاسب وقمت راجع انا رجع خلاص انا اعطيك 100% علمك
تخرجت نسبتي طول العمر 4.45. ما شاء الله تبارك الله. شطور. وانا ترى زعلان قلت لهم بالله خمسة اي عشان اخذ مكافأة زيادة عرفت. شوف الطموح. والله يوم قال زعلان اني كذا قلبي ليه تحمست يا اخي بثابت اي هذا الشخص لا لاني يوم قال عشان مكافأة انك صبيت على النار موية احباط والله العظيم والله كنت اشكر والله كنت شاد بالحيل اشوف العيال ما شاء الله شادين حيلهم عشان ياخذون 2000 زيادة انا كنت اتحمس للمكافأة اكثر من الدراسة بندر غير ما شد حيلك لو اني دكتور والله لا ابدا واشوف القبول هذا اعطيه خمسة ابي قال يا اقسم بات الله يا بندر انك لو قدام لا انا هنا 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 حبيبي واطق دوزك زين زين صاير دبيب الايام هذه انا يا شباب يعني لا تلوموني ها ايش بك مو من شيء عيال عيال هيا اسف دقيقه ها ابو شحم دقيقه ما نقف شيء طر وانا من قبل شيء من قالها من قال البر مو بر رجعت بي كده الدنيا الشيول الشيول اشتلك ان شاء الله يا المروح يو نسيت اسال ابوك عن سالفه الشيول يا والله حتى نسيت والله نسيت اسمع ايش دراني عطنا سوالف عن البر عن البر والله انت سوالف لك انت على البر والله انا ترى من النوع اللي يريد لا ترى مصور جي كمان يصور صور في البر امس طلعت امس طلعت وين طلع يوم رحت وقف الان محكمه صوريه صدق محكمه صوريه محكمه صوريه صدق انت اللي ما يعرف بندر متعدي يعني قريب يعني قريب قريب يعني انا زي سلطان اذا قام من شوي ايوه من شوي من شوي ترى قبل 6 ايام ليش تفهمونا صح ايه يا عيال ليش تفهمونا صح يوم اني رحت الوقف صح طراهم قبل ما اعرف اصور واقف عند مراية ريجي عند مطعم لا 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 طيب بنجالي يلا والله يا عيال مطعم راقي يا عيال مطعم فخم ايش اسمه مطعم راقي 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 اسم الروقه فهمت يا فخم فخم ينقط فخام حلو حلو حتى الناس اللي يدخلون بسم الله على قلبه زود يا حظ المطعم وصح المطعم من بندر تصور عنده يا ريدي ايش معطيك تبي ايش تبي ايش وضع اليوم عبد الله ما خسرنا تعطيك بفص التمر وش عندك يا فيصليه وش عندك اسمع خل الرجال يمدح على كيف والله والله صدق يا المطعم فخم 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 كنت تصور من الكابينه خل يتكلم المطعم حتى كنت اصور سويها بندر كنت اصور بسناب فيصل كنت اصور بسناب وجهي رحت طلعت برا كلمت ورجعت وجيت وسلفت مع ابو لبن بعدين سلفت مع مصعب بعدين سلفت مع دحام دحام خليته يصور وسالم سعيد وبندر باقي هنا واقف تقولنا شجره عند هناك تاكي عند المراه الدخليه طن الدخليه دخليتهم يوم انه هبي بيت لا ما هي هبي بيت لا هذيك احتفال الشيخه كان لك كنت ايه امانه ادري تونس حق هجر كانت احتفاليه شيخه وعشان صار برا صار علوم هو عندنا ما علمتني عند مرايه يا شباب انا قلت هنا سحبته كذا قلت بندر تعال احتفاليه شيخه ما ادري فاجئ عاد عاد